اهلا اهلا، رمضانك مبروك وعدوك مهلوك. شنو الجو؟ تخيرك منكد وحالتك حالة ولا الصيام مفلق فيك؟ الصيام شنو؟ صلي على النبي يا راجل، رمضان غدوة ولا شافوا الهلال ولا قالوا صيام؟ تليبيين شافوا نجوم في القايلة ما تبهم تشوفوا هلال، تصيام صيام قالوها امس في التلفزيون. تقولين الشام الصايم انت؟ الصايم دي كيف مش صايم؟ صايم ونص. لكن من اللي اعلن الصيام؟ دار الافتاء ولا الاوقاف؟ ديشين دخل الاوقاف ولا الهلال وقف يا راجل؟ دار الافتاء هي اللي تقول صيام ولا لا. يا ودي ما ادري، العام اللي فات الاوقاف فطرونا هذا دوخهم من غير ما يسمعوا الا دار الافتاء لا مربوعات هادرزة. هيصلي على النبي وفكنا من السياسه. عندك حق يا ودي، عموما كنا مرتاحين، رمضان رمضان والعيد عيد، حتى اللي مش عيد نديروه عيد عادي. الناس واقفة في عرفة واحنا معيدين، يا حسرة على ايامات لمن والامان. وربي ينصر الحق والعشرة بربع، هيك يقولوا فيها مع بعضها كل شيء واحد يعني. صار قلت لي رمضان تباهي، كل عام والليبيين كلهم بخير وان شاء الله تخشوا الجنة يا ليبيين زي ما قال هذاك الفيلسوف. امين يا رب. والطابور اقسم من رمضان لرمضان، لان الطابور راهي بدت عنا من علامات رمضان يعني. يا امال العام كله رمضان في بلادنا، تي امتى ما عندناش طابور؟ احنا البنزينة كوم والطابور الثانية كوم تاني. تي اما طابور ثاني قصدك الخبزة؟ الخبزة شني حتى انت يا راجل؟ شوف زمان رمضان يعرفوه برؤية الهلال، وتوا يعرفوه بطوابير محلات المنزلية. أم عين يا حبيبي هذه راه ما جبتش فيها، راه لما عين مش طوابير، زحمة وخوها على ابوه لازقين في بعضهم، تقول لها مدافعية خايفين من مهاجم جاي بهاجم. والكورونا متحزمة ترقص ولاعبة في الدنيا تسعة. تقول لي الليبيين ما عندهمش معين قبل رمضان ولا ياكلوا في مقطة الضربراتوري ولا كيف؟ الله غالب يا ودي، هي حكومة نسوين تم معين شنو؟ قاعد مزيف حوشك وركحي. لكن والله مرة تقول عندهم حق، راه هم امتى يشرفوا المعين الا من رمضان لرمضان؟ او فرصه باش يغيروا شويه المعينات. المعينات وتصغر فيهم اسمها المعين، وينشروا في رمضان وشوال ودي القعده وسبتمبر. تعرفك انت ما عندكش معاه الروح، سبتمبر هذا لازم تجيبونا في كل حوار. لا نجيبه لا يجيبني، شكل اللي كاتب السيناريو خضوري للجلده ولا انا رسمه شنو دخلني. تيرزن يا راجل، ما تقول الشك قدام الكاميرا، خلي المشاهد يندمج. باي سمحنا يا مشاهد، تفضل اندمج. هاي تي وانت خارك هيك تتعارك مع الناس، ارزن يا راجل وكلم المشاهد كويس. نكلم عليه كلمني، وبعدين انا صايم ووقف الطابور من الصبح، ما تزيدنيش على ما بي ترى. وبعدين خيرك شديتها بجرتي يا راجل، مش الحلق على معين رمضان زي ما قال المخرج. ادوي على معين رمضان وفوتني بالله وصلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهم معين قال عليهم المخرج اللي بيشروهم اخر يوم في شعبان، ولا المعين اللي بيغسلوهم بعد الفطور؟ رام حتى ذاكم موضوع للمليون، راه غير احنا تريس ومش حاسين بالقصة هذه. ايح علينا تو بالله، فكني من جو سعد نصوين والديسكا هي، ما تخلينيش نابع عليك، راني صايم بوجهدي انهونا الحلقة خير ما تخش بعض.